الوجبات والمواد الغذائية اللي تعطينا الطاقة خلال الصيام هي نشويات، مع الحرص بان هاد النشويات ما تكونش غنية بلي سكر رابيد، يعني خصنا نحرصوا بلوطو على لي سكر لون. الوغ فين كاين هاد لي سكر لون؟ كاينين في تو سكي بات اليمونتير، في لو ري، في لي فيكولون، وفي الخبز اللي هو اسمر.